صالح المطلق. هو ما كان يشبه نقطة التفتيش داخل أرض الملعب لرد أي محاولة هجوم خاطف من الفريق الخصم. هو من كان يغذي روح القيادة بعزمه وبروحه وبصبره، وهو المدير الفني الذي نراه حقيقة ورغم ذلك لا نراه. ما هي حكايته مع لوبيز؟ ولماذا نفض يد الثقة من أحمد عيد؟ وما هي اللجنة التي اجتمعت معه ولا يريد الكشف عن أسماء أعضائها؟ أهلا بكم في استئناف على شاشة القناة الرياضية السعودية. في هذه الحلقة ألتقي أحد الأسماء التي ساهمت في صنع منتج لكرة القدم السعودية يحمل الكثير من التشويق والجذب والمنافسة، وأيضا النجوم الجماهيرية التي لا تقاوم. الدولي السابق صالح المطلق والفني الحالي، حياك الله أبو سامة. الله يحييك بدر، و سعيد أن يكون في برنامج استئناف، لأنه أول ما كلمني المعد الاسم جذاب ترى على فكرة. استئناف، استئناف أشياء كذا. طبعا إذا بغينا نأخذ نغمة استئناف هي تخوف، يعني هي الكلمة دائما في الأمور القانونية والمشاكل. صحيح، لكن أنا فهمت الفكرة، هي استئناف الماضي، استئناف الأحداث. كثير من الملفات اللي تتعلق بالماضي والماضي القريب. أحييك وبارك لك على الفكرة. تسلم الله يا أبو سامة. طيب خليني أبدأ معك من تاريخ قريب. مع مدرب المنتخب السعودي الإسباني كارلو لوبيز ظهر صالح المطلق كمساعد، لكن خفي، رجل خفي، يعني موجود ومش موجود كان في تلك الفترة. خليني أخذ العمل اللي تم من بداية المفاوضات معك. من اللي كلمك؟ كيف عرض عليك الأمر؟ أنت بديت مع تصفيات آسيا مع لوبيز، صح؟ نعم. إيه؟ طبعاً في الفترة هذه، الفترة اللي يتكلم عنها، نعم. لكن هي قبلها كان في ايضا انا كنت موجود، يعني هي ترى هذه المرحله الثانيه. ايه، لكن قبلها لما كان لوبيز مدير فني وليس مدرب للمنتخب، انا كنت موجود في منتخب باء. وبعدها كانت هناك فكره يقال فترتها انه لوبيز هو اللي تبناها، هي الغاء فكرة منتخب. قيل انه لوبيز هو اللي تبنى الفكرة هذه، مع النقاش معه وتناقشت انا معه كثير الحقيقة، خصوصا عند النقطة هذه كونه مدير فني. وانا تناقشت معه فنيا، يعني اتضح لي انه مش قناعة من لوبيز. انما من مش عارف، بس هذا اللي حدث. يعني انا ما حاولت، لان كان يهمني هو مدير فني. يفترض انه هو الان في المنتخب السعودي انه يبحث عن مصلحه الكره السعوديه، واساسا بفكره منتخب باء هي لصالح الكره السعوديه، وكانت وقتها مشروحه اساسا، وتناقشنا فيها بشكل واسع واقيمت هي يعني الفكره. طيب انت تقول انه ذكر لك بان المنتخب باء سيلغى. اي نعم، من قبل إدارة اتحاد القدم أو إدارة المنتخب وقتها. إدارة المنتخب، نعم، من إدارة المنتخب. أنت جلست مع كارلو لوبيز، اتضح لك أنه مش هو صاحب الفكرة. جلست معه النقاش، لأنه وقتها أنا كنت في المنتخب باء مساعد مدرب، فلما يلغى المنتخب هنا الجهاز كله راح يعني يلغى كل الجهاز. إيه؟ بالتالي كان مدرب منتخب ريجيريو ألغي عقده. طيب أنا موجود كمساعد، يعني الآن يبحثون حل لي أنا شخصيا. فكان لقائي مع لوبيز حتى يقنعني أني أمسك منتخب 97. هنا أنا تناقشت معه على منتخب باء أنه يفترض أنه يستمر، واستعرضت معه الأمور الفنية كون الآن مسؤول فني. طيب فاتضح لي انه يعني مش هو صاحب الفكره الالغاء، يعني ولا في قناعه ذيك القناعه في الالغاء، لكنه معروض يعني موضوعه عرض، بالتالي اتخذ فيه قرار. ويبدو لي ان القرار هي قضيه عقد ريجيريو، لانه كان عالي جدا،
ومع الغاء عقد ريجيريو راحت فارادوا التخلص من هذا راحت الفكرة نعم هذه المرحلة الأولى. طيب طبعا أنا يعني ما اقتنعت في قضية منتخب 97 وكذا فاعتذرت ومشيت تركت المنتخب. اللي تتكلم عنها أنت الآن هي المرحلة الثانية لما عين لوبيز كمدرب كمدرب هنا أيضا طلبني هو وكان الطلب أو الخبر اللي يعني أو خلي أقول لك كما يعني كما حدث يعني اللي كلمني زكي صالح وقال لي إنه في اجتماع دار بينه هو وبين أحمد عيد ولوبيز على أساس المنتخب وإن لوبيز طلبني أكون معهم في الجهاز الفني الفترة هذه. طيب وفي بكرة اجتماع بينك وبينه. بعدها بدينا يعني بدأت الأحداث يعني. بدأت كمساعد للوبيز. استمريت حتى كأس الخليج حتى أقيل لوبيز وأنت مساعد. صحيح. طيب المفاوضات اللي تمت معك أبو أسامة كانت مبنية على عقد واضح على عمل واضح على قيمة مالية واضحة. يعني شوف يعني تداولت الصحافة بتلك الفترة أو ما بعد إقالة لوبيز بأنه في متأخرات لصالح المطلق عند اتحاد القدم الأمور كانت شفهية. شوف بدر هو في مشكلة كبيرة لما يكون في التعامل أو أنت تتصور أن التعامل مع الأشخاص يفترض أنه ما يروح إلى 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 معاملة التجار تعال عطني وأعطيك وأكتب عليك أعتقد في الرياضة في لحظات كثيرة تتخلى أنت عنها خصوصا لما يكون اللي قدامك رجل مسؤول ورجل يعني له تاريخه. إيش اللي حدث طيب؟ هذا الكلام. فبالتالي لما طلبني أو كلمني زي قلت ثاني يوم أنا اجتمعت مع لوبيز وهو فعلا لوبيز كان واضح عشان واحد ما يعني يكون كان واضح في طلبه لي قال لي صالح أبغى أنا أفرغك تماما لمراقبة المنتخبات كلها وكتابة تحاليل فنية وأيضا مراقبة اللاعبين المحليين ومثلا ترشيح وكذا ومن هالقبيل ولما يجي المعسكر تنضم لي في الجهاز الفني يعني كمساعد مدرب بس الآن بفرغك للسفر ولمتابعة المنتخبات. طيب كلمني زكي ثاني يوم وقال لي صالح أساس أنه يعني هذا يعني هذا الإجراء الطبيعي أني الآن يفترض مثل ما تفضلت الآن في العقد يكون جاهز وقال لي ترى أنا أخذت عقدك واتجهت فيه لأحمد عيد على أساس يوقعه وأن أحمد عيد قال لا خل موضوع صالح عقد صالح أنا المسؤول منه. هنا يعني زكي الآن لما يعني يكلمني كأنه يعني يقول لي ترى صالح هذا اللي حدث فبالتالي أنت يعني علاقتك الآن مع أحمد عيد عقدك موجود عند الأستاذ أحمد عيد إيه نعم طبعا أنت دورت الخليج وقيل لوبيز وهنا صار في أحداث كثيرة بس ما تواصلت قبل مع الأستاذ أحمد عيد حول عقدك ألا اتصلت عليه وكلمته لأنه هناك من اتصل علينا أثناء المباريات قال لي صالح يعني في ناس رسميين قالوا حلنا الآن أنت موجود معنا لكنك مثل ما تفضلت أنت موجود ولا أنت غير ولا أنت موجود يعني موجود وتعمل لكن عشان الكشف الآن لأن في مباريات في مكافآت وفي رواتب. طيب فكيف أتعامل معاك أنا؟ ارجع لأحمد عيد وفعلا كلمته وقال لي أنت ما عليك بس اشتغل وهالأمور هذه يعني سهلة واشتغلت. أقيل لوبيز. أقيل لوبيز نعم. بقي صالح المطلق مساعد صح؟ لا زال يعني تايه في الزحمة. هذا كلام صحيح استمريت موجود وبالتالي خلنا نقول صارت أحداث جديدة أيضا في 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 تعيين. عندي معلومة. كوزمن أعتقد إيه كوزمن. أول شيء عندي معلومة. أنه في لجنة شكلت في اتحاد القدم واجتمعت معك لأخذ رأيك في بديل لوبيز صحيح؟ هي اللجنة مش في اتحاد كرة القدم اللجنة اللي شكلت خارج اتحاد كرة القدم وفعلا اتصلوا علي وفعلا اجتمعت فيهم خارج اتحاد كرة القدم؟ نعم 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 لجنة خارج في هيئة الرياضة يعني؟
داخل اطار المؤسسه الرياضيه؟ وقتها حتى اللجنه هذه ما كانت في الاتحاد في 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 هيئه الرياضه على فكره يعني. هم ثلاثة اشخاص كلهم شخصيات معتبره يعني. ولكن هم يعني اول شيء كلموا اتصلوا علي على اساس انهم هم لجنه فعلا يعني هي مكونه. وانا ما راح اقول اسامي ترى على فكره يعني. لا هذا براحتك. اللجنه ولا اللي حتى طلع رئيس اللجنه. هذا كابتن لكن يعني السؤال المنطقي مين شكل اللجنه يعني؟ رئيس اللجنه اللي معهم. رئيس اللجنه هو المسؤول عنهم. واضح انه موضوع غامض. ايه. طيب. لا هذا صح. اللجنه ما هي لا هي في 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 اتحاد كره القدم. ولا حتى في الهيئة. طيب المنتمين لها يعني المنتمين لها في الوسط الرياضي اللجنة يمكن واحد منهم بعدين التحق بس الاثنين لا مش من الوسط الرياضي. لا على العموم هي اللجنة او حسب ما يمكن المسؤول عنهم يستأنس برأيهم كونهم هم اشخاص راقين على فكره راقين لأبعد درجه ومتعلمين يعني اصحاب شهادات عليا وكذا. اوكي او تناقشت انا وياهم او هم طلبوا النقاش على اساس وضع المنتخب السابق وكذا. ووقتها الحقيقه يعني في المصادفه كان معي الكمبيوتر أو جبته أنا حقيقة واستعرضت أشياء كثيرة محلية وخارجية وكذا. وكانوا مبسوطين يعني لأنهم كانوا يبدون الآن يبنون فكرة للمدرب القادم للمنتخب. يمكن تتذكر كان في أسامي تطرح كثيرة وقتها يعني هي توقفت عندها الحد لأنه بعد كذا تعين كوزمن. اللجنة هي اللي عينت كوزمن؟ لا أعلم صراحة لأنه يفترض أنه أنا مثل ما تفضلت أنا مستمر بس كوزمن جاء معه عبد اللطيف حسين. طيب وبعد كوزمن لأنه كوزمن بعد ما رجع من آسيا حدث ما حدث أيضا أنا يفترض أني موجود وساري عقدي أساسا ويفترض أنه أساسا يعني المعاملة معي أنا في ذاك الوقت كمدرب سعودي يفترض أنها كانت عادلة مثل زملائي أنتظر الفرصة فراحوا جابوا فيصل بديم من منتخب اللي هو باء شباب كان هو الرديف الشباب وعينوه وقاد مبارتين قاد مبارتين هنا عاد بدينا في سلسلة أنه مثلا مطالبة. طيب هنا صالح المطلق وين مكانه؟ والله أصبحت متفرج وانا من الناس اللي ممكن اقول لك رحت المكاتب اروح المكاتب واناقش لكن ما احب اطلع لا صحافه ولا اناقش ولا مثلا يعني اثير الموضوع انه كذا لانه في بالنسبه لي انا جانب مهم مش الماده يعني يجيبها الله. قصدك التعامل؟ لا هو الحق الموجود يعني احنا في تنافس احنا زملاء كلنا ونتنافس على انه مثلا تاخذ فرصتك كمدرب صحيح وخصوصا لما تلامس المنتخب الاول صحيح وتجيك الفرصه هذه وتؤخذ منك وتعطى لغيرك تؤخذ منك وتعطى لغيرك بعدين يصير في مساومه اذا جاز التعبير انه ايش رايك تاخذ منتخب 97 يعني ترى قيلت لي الجمله هذه قيلت لي خذ 97 وزين فيه اللي تبغى انت عين وانت اللي حط الاداريين وسوي معسكراتك ابد كأنهم يقولون بس وخر عن المنتخب الأول. من اللي كان يقول لك أبو سامي؟ ما راح أستعرض أسامي صراحة لأن تبغى الأمور يعني طيب يعني حمالة أوجه كثير. هل هو مثلا التعامل مع صالح أساس أنه نصراوي هل التعامل مع صالح يكون شخصية صالح أشياء كثيرة فأنا مريح نفسي لحظة بس عشان نوضح نقطة أبو سامة يعني التعامل مع صالح على أساس أنه أقول لك مثلا لو استعرضت سامي يعني هذا الشك كان موجود عندك؟ لا بالعكس أنا مش عندي بس أنا حماية حتى للنقاش عشان أوقف النقاش ما استعرض سامي لأني لو قلت مثلا لو قلت بدر اللي كان قابلني بيجي من يقول بدر هذا أساسا ما وقف في وجهك ولا سوى كذا إلا أساس أنه مثلا هلالي طيب نبدأ بإثارة شيء يمكن يكون غير أنا ماني مقتنع فيه شخصيا إنه مجرد أوهام لا أنا مقتنع في خطأ معين أنا مقتنع أنه فعلا
ما كانت الأمور عادلة معي، لكني ما أروح بعيد يعني، ما أروح إنه والله ترى أساس إنه ميول ولا كذا. باقي لك مستحقات؟ هو هي ما أقرت، أنت من تعرف لأنها ما أقرت يعني، ما يعني استلمت شيء منها؟ استلمت يعني بعد إقناع من الـ 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 القانوني اللي كان موجود في رعاية الشباب في ذاك الوقت، قال لي يا صالح خذ المبلغ هذا ترى قاتلنا على أساس نطلعه. قاتلنا يقول، قال لي ما تتصور كيف احنا طلعناه، فليتك تاخذه الحين وبعدين نطالب في الباقي، لانه في قناعه انها ترى مده طويله على فكره. الان الان يعني لديك مستحقات عندك؟ والله ما ادري يا بدر. كيف ما تدري يا بس؟ ما ولا ابغى حتى اذا كان في ما ابغى خلاص، لان صارت طالت وقعدت لها موسم طويل، ما كانت راقيه صراحه، ما حبيت الاجواء اللي صارت فيها، لانه انا كنت كل تركيزي اني انا مدرب مثلي مثل زملائي، جاي انافس وجاي اخدم بلدي او استمر على خدمه بلدي، ممكن تلاعب الان، لكن صارت الاجواء مش مريحه. بس ممكن الاتحاد اللي يقوده الان الاستاذ عادل عزت ما عنده خبر مثلا عن؟ اكيد ما عنده خبر، اكيد ما عنده خبر يعني، اكيد ما عنده خبر. ما حاولت تتواصل؟ لا لا لا، ما حاولت ولا نحاول. والمستحقات ان اتت اهلا وسهلا، متنازل عنها بعد خلاص. متنازل؟ ما عندي مشكله، لانه ايش تسوي يعني، ترى بعض الاحيان النقاش. زعلان على اتحاد القدم انت الاولي؟ كثير صراحه، لانه كانت اسامي كبيره ولا كان هناك مبرر الاحداث اللي صارت. وبعدين يا اخي العزيز يعني الاخطاء اوكي، لكن يقع خطا، لكن لما الخطا وتجي تناقشه وتحصل نفس يعني في إمعان في القرار أو في إمعان في ما نقول ظلم، لكن ما كانت الأجواء عادلة صراحة، مرة ما كانت عادلة. فمن هالجانب أنت يعني تأخذ علامة استفهام، لأن أسامي كانت كبار. أنت تذكر الأسامي الاتحاد اللي كانت موجودة برئاسة أحمد عيد وأنت نازل، كلهم ناس لهم تقصد مجلس الإدارة؟ إيه، لهم وضعهم في الـ في الـ في الـ في الكرة السعودية وتاريخ وكذا. طيب، فمن الصعوبة أنه يمر موضوع مثل هذا مثلا، سواء كان الحق اللي هو حق كعمل أو حق المادي، ويمر مرور الكرام بدون لا حيتوقف عنده يقول استوب انصفوا الرجل هذا مثلا. ما حبيت الجو هذا الصراحة. أنت أحد الأسماء المهمة في التدريب الآن اللي تحمل الشهادة العليا في التدريب، أنا مش مطلع يعني على المسميات الشهادات التدريبية، لا لكن ما أعلم أن صالح المطلق يعني خلاص وصل لحد النهاية في الشهادات، إلا أنه غير ظاهر يعني على مستوى كرة القدم السعودية كمدرب فعلا، مثل القروني، مثل عبد اللطيف الحسيني، مثل اللي ممكن أمسك مدرب فريق أديرة فنيا، ممكن أكون في المنتخب ظاهر. شوف، هو حدث الحقيقة في هال، طبعا في المجتمع الرياضي والنقاشات ذا بيقول لك والله انه او بيحاول يبرر الحدث انه هذا ترى اخفاق منك انت شخصيا، لان هذول زملائك نجحوا مثلا. طيب، ومثل ما تفضلت أنا امسكهم منتخبات واستمروا مدة، يعني انت تفضلت مثلا باسم مثلا، معني انا ما احب اتطرق اسامي، لكن خلينا اقول اسامي اللي 25 سنه هم في التدريب في المنتخبات. تصور 25 سنه في الفتره هذه، في مدربين كثيرين، مش صالح المطلق ترى، في ناس واجدين في 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 جيل صالح المطلق، حاولوا بس ما قدروا. هنا السؤال، هل هو جوده في المدرب ولا جوده في القرار؟ انا اعتقد انها كانت القرار، الجوده في القرار، لانه تكرار هالفرصه لشخص واحد وعلى مدى 25 سنه، وترى الاسامي موجوده ترى على فكره اكثر من واحد، اكثر من مدرب كان في فتره 25 سنه هم موجودين في الاتحاد ما يتغيرون، وممكن يمسك لك منتخب اولمبي وفجاه يمسك منتخب براعم وبعدين يمسك منتخب شباب وبعدين بالشكل هذا. كان القرار فقط لا غير، وليس انه مثلا انه هو افضل جوده أفضل. مدربين هم جيدين، لا الممتازين، بس الممتازين في كل مكان في العالم يتغيرون ما يثبتون، يعني هو ممتاز ويجي غيره ممتاز يبتل هو ممتاز. يعني من يتحمل هذا الشيء؟ الاتحاد السعودي، الاتحاد السعودي ما في كلام،
ما في كلام. ما في امكانيات عوده للمنتخبات؟ الا ليش لا؟ بالعكس. ما طلب منك الفتره هذه؟ لا ما طلب مني، بس هذه الامور هي حق للجميع، اي واحد مدرب موجود مواطن عنده امكانيه يقدم نفسه بشكل جيد وبشكل جيد لاحظ ويبعد عن خلينا نقول الواسطه والمحسوبيات وكذا، هذا حق للجميع. هو مجال التنافس مثل اي مجال. لكن ليصير في تدخلات في انه هذا يعين هذا يبعد وهذا كذا وهذا يعطى فرصه مره ومرتين وثلاث واربع. خسرنا كاس الخليج، لوبيز هو المسؤول؟ وقتها شفنا مثلا المشرف على المنتخب الدكتور عبد الرزاق ابو داود، عبد الرزاق، وكان فيه غادر المشهد المنتخب، حدثت فيه كركبه يعني وقتها واضحه، حتى انهم كانوا موجودين على فكره، كان في مثل ما سالت، انا كنت فوق في المنصه وكان من ضمن النقاشات او واحد يعني يقول لي يا صالح انت المساعد الحين فوق معانا في المنصه، وتحت جنب لوبيز اربع مدري ثلاثه، في الفرشان وفيه زكي اعتقد وفيه ابو داود، فهنا واضح الخلل ولا لا؟ يعني واضح ان هناك خلل اداري، ولا هذول شو الموجودين كلهم؟ الخلل كان في الدكتور؟ لا لا لاحظ بدر اني انا لا احب استعرض لا اسامي، انا ابغى اشوف هذول موجودين. لا انا ما اقول خلل، لا اقول بس خلل، بس استتضح انا ما ابغى اسماء. لا 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 كان القرار، انت تقول واضحه كيف؟ واضحه لك انت واي واحد بيشوف المنتخب الان قدامه المنتخب والصف اللي هو مثلا على الاحتياط، يفترض انه يكون مدير المنتخب ومعه مثلا المدرب والمساعدين فنيين، الموضوع فني الان. كان في تدخل يعني؟ ولا اقول تدخل، انا اقول الترتيبات كانت مهم صحيحه، عشان مجلس الاتحاد موجود يفترض انه يكون في نقاش حول هالموضوع، انا احمله للاتحاد لانه يعني يمكن يصير في غلط، يعني ما يمكن عبد الرزاق بدو جاب نفسه، مجلس الاتحاد هو اللي جاب عبد الرزاق، صحيح؟ صحيح. واللي جاب الفرشان هو مجلس الاتحاد او مثلا المسؤول، واللي جاب زكي هو مسؤول، واللي حطهم على البنج ثلاثتهم هم مجلس الاتحاد. يعني خلني اخذها بالشكل هذا، هم المسؤولين، ما ابغى اقول اشخاص ولا استعرض اسامي. لوبز لا يتحمل الى درجه ما، ليش؟ لان لوبز اساسا مش مدرب. انا سئلت في رايي في لوبز، يمكن حتى طلعت في حلقه، انا موجود على الهواء وهو بعدي يسمع كلامي. فكان الخطا الكبير من الاتحاد السعودي تعيين لوبز كمدرب. هو مدير فني الحقيقه كان رائع وكان ممتاز وقائم بعمل كبير صراحه، لكن لما حولوه الى مدرب لان كانت هي فتره طوارئ، صحيح، فبعد التصفيات جت العواطف مش عارف ايه، قالوا خلوه يستمر، هذه الغلطه، ما كان يفترض انه يستمر. طيب استاذنك في فاصل قصير صالح المطلق. تفضل. تمثلون بلدكم وبلدكم كما تعرفون، نتشرف جميعا بتمثيله، قبلة المسلمين، بلاد الحرمين، منطلق العروبة، لذلك أنتم فوزكم هذا مكسب لبلدكم. وعلى أهلا بكم في الجزء الثاني من استئناف على شاشة الرياضية السعودية، وحاور في هذه الحلقة قائد الفريق النصراوي لكرة القدم الدولي السابق والفني الحالي صالح المطلق، حياك الله. الله يحييك بدر، حياك الله. خلينا نتكلم عن اللجنة الفنية في النصر الآن اللي أنت داخلها، وما قبل اللجنة الفنية في الموسم الماضي كنت تشرف على الفريق الأولمبي النصراوي. الانتقادات جالسة تلاحق صالح المطلق من الأولمبي إلى اللجنة الفنية. ليش؟ والله طبيعة العمل لازم يصير انتقادات، بالعكس أنا انتقاد ترى، مع أنه أنا شخصيا أنا ضد الانتقاد، أنا أحب المدح، مش المدح لي أنا، يعني بمعنى أنا لن أنتقدك بشكل يعني انتقاد، لكن أنا ممكن أمدحك. أنا قناعتي أنه عشان أطلع شيء صح، عشان أطلع حاجة صح من بدر، أفضل لي أني أمدحه مش أنتقده، ما أحب الانتقاد الكثير، لكن ما عارض
تقول مثلا تنتقد صالح المطلق مثلا هو انتقاد لصالح او انتقاد لعمل صالح؟ احنا اخذناه في الجانب الخاطئ بدر وامعنا فيه الحقيقه انتقاد لدرجه انه صار عندنا انتقاد هو الشيء يعني مبدين انتقاد احنا يمكن قبل لا يبدا المشروع ننتقده وحتى وهو في بوادر نجاح وانا شايف بوادر النجاح فيه انتقده عشان احطم هالمشروع مثلا يا ليتنا نتجه لقضيه المدح والتشجيع اكثر يا ليت برجع في الموضوع هذا موضوع الان طيب. شرح قناعه عندي تمهيد اي لعب موضوع اللجنه والاولمبي العام انا مدرب فعلا كان الاولمبي يعني تقدر تقول منسي مو شبه منسي تماما من من الجماهير من المتابعه وحتى من خلينا نقول انه يكون فيه اهتمام ما كان فيه اهتمام اداري وقتها مع الاسف طبعا اداري لما تقول اداري العالم تتجه على طول لرئيس النادي وهذا اكبر خطا لان رئيس النادي يعطيك يفوضك ويعطيك صلاحيه يقول لك تفضل ما عندي مشكله ابدع سوي اللي تبي لكن مو كل شيء يلصق في رئيس النادي وهذا من الإدارة السنية إدارة الفئات السنية إدارة الفئات السنية ما كانت أبدا مهتمة ارتفع فوق الإدارة اللي كانت المدير الإداري اللي كان موجود أيضا ما كان مهتم ولا كان في حد يتبنى مثلا يجي يقول لك والله أنا من أعضاء الشرف أتبنى الفئة هذه بمعنى الكلمة أتبناها ما كان موجود إلا في لحظات معينة وخصوصا الناشئين الشباب ويعني لكن كأولمبي تحديدا أنك سألتي عن الأولمبي منسي تماما ما كان الاستاذ فايز المعجل مهتم بالاولمبي في الدعم قبل كم سنه يمكن 3-4 سنوات وفترتها كان مصعب وعواد مش عارف ايه هذه المجموعه اللي بعد كذا طلعت ولا تدري وين راحت ما عاد صار لهم هدف يوصلوا له هذا اللي عملت عليه انا في الاولمبي واعلنته وقلت انه قناعتي انه يتحول الاولمبي الى رديف رديف للنصر وهنا بدأت عاد الفوكس الآن والانتقادات ومتابعة وأنا كنت مبسوط على فكرة ليش؟ لأنه مجرد ما أنه هناك متابعة وضغط عليك إذا في إنتاج والجو العام كله واللاعبين يحسون أنهم الآن أصبحوا متابعين وتحت المجهر لو أسأل أي واحد على فكرة المفارقة الآن أنا ما طلعت من الأولمبي ورحت للجنه الفنيه الان اللجنه الفنيه على فكره للتصحيح ترى اللجنه الفنيه مش عملي اللي هو الاساسي في نادي النصر اللجنه هي شيء ثانوي وله شيء يعني مثل ما تقول مهم جدا هي فكره يعني خلينا نقول لرقابه الوضع الفني لتقديم مقترحات مثلا زي كذا لا تتعدى اي شيء ثاني على فكره ما لها اي شيء مباشر لا تضع خيارات ولا تقرر ابدا ولا تختار لاعبين ولا من الكلام ذا كله هم هو الصغت ليش انا اربط لك انه القضيه الان هي صالح المطلق الاولمبي اتجاه كله وهذا شيء جيد على فكره لانه هذا يعطيك قيمتك انت شخصيا انت تحس انك محارب يعني من لا مش محارب مش لدرجه لا هي هو شوف الحرب نصر. الحرب اذا بغينا ناخذ هالكلمه هذه هي موجوده في اي مكان تروح له في لك من يحبك وفيه المبغض وفيه الشاني وفيه اللي يقتنع فيك واللي مو مقتنع فيك هذا شيء طبيعي لكن هي كان في 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 اتجاه او فيه خلينا نقول مراقبه لكل صغيره وكبيره في الاولمبي لما كنت انا مدرب كان في متابعة تتصور أنت الحين أنا بعض الأحيان الآن وأنا مش مدرب للأولمبي الآن أقابل بعض الأشخاص اللي كانوا يتصلون علي ويناقشوني لما كنت أنا مدرب للأولمبي وأسألهم عن نتيجة الأولمبي اليوم العصر اللي خلصه ما يدري ما عنده خبر ترى صارت مع أكثر مع واحد من الناس يقول لي ترى نتيجة الأولمبي كم اليوم ترى لاعب يقول لك والله ما أدري فتحولت متابعة الموسم الماء والمتابعة والنقد وليش ومش عارف ايه مع ان ترى انهينا الدوري حنا فرق نقطتين عن الاول الاولمبي النصر واولمبي الاهلي هم الاحق فنيا في الدوري راح للهلال الهلال ما كان يستحق البطولة تماما من الناحية الفنية لكن مع الاسف كان في اخطاء تحكيمية يعني بالجملة وعلى ما قالوا بالتفرقة طالما حصل على البطولة فهو فريق يستحق جملة تقال لكن في حقيقتها وفي تفصيلها مو صحيح فعلى العموم الآن أنا
مهمتي الاساسيه في نادي النصر هو المشرف العام على المراحل السنيه، هذه مهمتي الاساسيه واللي هي فعلا هي مسؤولياتي. في عقد ما واضح ولا مثل عقد لا 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 عقد واضح. ليش انا اقول لك الان انه العالم كلها تلصق كل مشاكل في رئيس النادي لما قلت انا جمله انه ما كان مسؤول؟ لا لا، الان انا عندي صلاحيه كامله في المراحل السنيه، أمير فيصل ومنصور الثواب وقبلهم كان أبو حمد لما كان موجود معنا معطيني الصلاحية كاملة، ونتناقش ونتابع مع بعض بمصلحة النادي، ولكن عمر الأمير ما قال لي لا في أي مقترح ولا قال لي وش يعني مثلا تابعني في متابعة مثلا أنه هذا انتقاد، ما قد حصل الموضوع هذا لا من منصور ولا من أبو حمد المسؤولين أتكلم أنا ولا من الأمير. هذا معناته وشو؟ انه انت اساسا تحتاج الى انك تجي وتاخذ المسؤوليه وتبدع، ما حد قال لك لا تبدع، لكن مو كل شيء يحدث في النادي ترى رئيس النادي هو المسؤول عنه، هذا مو صحيح. النصر الان الفريق الاول لكره القدم بخير، بمعنى استبعاد مدرب من البدايه، تذبذب مستوى، فريق لا يطمئن جمهوره بانه سيذهب بعيدا هذا الموسم الى قطف احدى البطولات. انت شايف كذا؟ لا أسامة؟ انت شايف كذا، انت تقول انا لا، انا شايف العكس تماما. جمهور النصر هو من يرى ذلك. انا خليني اروح لجمله انا قلتها في بدايه كانت اعتقد مع بتال، لما قلت انه راح تشوفون شغل جيد، يمكن هذه بعد من لانك كنت رئيس اللجنه انا وقتها ولا زلت، لكن وقتها لما صرحت كانه انا اخذت انا اللي بسوي الشيء هذا. لا، انا شايف المجهود اللي قاعد يصير، انا شايف المجهود اللي قاعد يسويه الأمير فيصل والمجهود اللي يسويه مجلس إدارة ومعهم المحبين اللي هم الآن داعمين وقريبين من النادي. بالتالي الشغل اللي قاعد أشوفه أعطاني انطباع أنه ترى موسم جيد، وصرحت الشيء هذا. موسم جيد، إيه جيد، ترى يعني 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 أقول ليس جيد جدا وليس ممتاز. إحنا بداية الموسم، إحنا في بداية الموسم الآن، ترى النقاط قريبة، المباريات حتى الآن في متناول اليد وكل شيء متاح، التصحيح متاح مثل ما تفضلت، جانا مدرب ما كان موفق وغير المدرب، الآن المدرب الموجود أيضا جيد. إذا حبيت كلمة جيد هذه يمكنك لازم أقول لك ممتاز، مدرب ممتاز، مع أن أنا أقول جيد وأقصد فيها الشيء الكبير يعني الشيء يعني المرضي، فما في شيء يدعو إلى القلق. في تنافس موجود في الدوري وكل شيء متاح لك وكل شيء في يدك. ممكن أقول لك لو نهاية الحين الدوري وأنك تنتظر مثلا ثلاث فرق تنهزم مثلا وأنت تفوز في كل مبارياتك، الأمر فيها صعوبة، ما دام ما هي في يدك فيها صعوبة، تعتمد على الآخرين يعني نتائج الآخرين. لكن الحين الدوري احنا لسه فيه والنقاط قريبة والمباريات لسه عندنا ما شاء الله تبارك الله، والعمل موجود. أن تم وحصل النصر على بطولة الدوري بهذا المستوى المقلق، ستكون عند رأيك بأنه لا يستحق فنيا أن يحصل على الدوري؟ عند رأيي أنا؟ يعني الفرق اللي ما تستحق فنيا أنها تأخذ الدوري، أو مثل ما ذكرت على الهلال قبل شوي، يعني بتكون عند رأيك هذا أنه في فرق ممكن تحصل على منجز لكن لا تستحقها لأن مستواها الفني كان سيء. أبي أحاول أفهمك، خليني أجاوب وأحاول أفهم اللي تقصده. لما تكلمت أنت قلت الفريق الأولمبي النصراوي، الأولمبي لما قلت لك الأولمبي النصر، حنا أحق، أنا ربطت ما بين الانتقادات اللي كانت موجودة، حنا نهينا الموسم في مكاسب، أنا أعلنت من بداية الموسم وأخذت هذه مسؤولية على نفسي أنه بحول أولمبي النصر إلى رديف لإنتاج اللاعبين، هذا الهدف الأول، لكني لن أنسى تحقيق البطولات، لأن لما قلت أنا الجملة هذه قالوا لي العالم يعني يا صالح أنت تقصد ما تبغى بطولة، قاعد تمهد نفسك أن تعطي متبررات أن ترى ماني محقق بطولة. قلت لا، أنا قاعد أعزز الثقة باللاعبين اللي عندي لأني أبغى أنتج نجوم لنادي النصر، شخصيات، وعندي الإنتاج النجوم ترى يتعدى أشياء كثيرة من ضمنها بناء الشخصية النصراوية، الشخصية اللي أنا حاسة واللي أعرفها، اليوم جيت حصلتها في يوسف وتوفيق وماجد، المجموعة هذه اللي تبهر أي واحد، أبغى إعادتها مرة أخرى. ترى العمل شاق مش بسيط، ولكن أيضا هذا حبيت أنا وعملت عليه والحمد لله نجحت، لأن لو بغينا ناخذ نموذج أقنع العالم كلهم الجميع فهد
أول ما بدأ بشخصية حلوة وواثق من نفسه وأعطى واضح أنه بيروح بعيد. هذا واحد من إنتاج الأولمبي مثلا الموجودين. طيب. ربط ما بينها لما تكلمت معك قلت لك ترى أولمبي النصر فنيا هو الأهلي هم الأحق في الدوري. الهلال أخذ البطولة فرق نقطتين عن النصر وعن الأهلي لأن هناك أخطاء تحكيمية حدثت ساعدت الهلال. هذه قناعتي أنا، الهلال لا يستحق. لكن الآن وحنا في الدوري في الفريق الأول فالأهلي قاعد يقدم مستويات فنية، الهلال يقدم مستويات فنية، النصر أيضا قاعد يقدم مستويات فنية جيدة. النصر يقدم مستويات فنية؟ يعني هي خلنا نقول إن إن شاء الله إنها للأفضل، يعني ما إحنا بعيدين لكنها جيدة جيدة. النتائج يعني اللي قاعد نحققها الآن وحتى المستويات الفنية جيدة. نطمح للأفضل، نطمح للأفضل. ليش وش اللي يخلي، معليش عشان أختم ملف النصر بس كابتن، إيش اللي يخلي النصر ما يطمح للأفضل مثلا؟ ما إيش اللي ما يطمح للأفضل؟ من قال لك أنه ما يطمح؟ بالعكس إحنا نطمح للأفضل والأفضل. إيش المعوقات يعني فريق مثل النصر فريقي؟ ما في معوقات، ما في معوقات. يعني أنت في بالك معوقات تطرحها ممكن أجاوبك إذا هي معوقات ولا لا؟ نسمع بالديون، نسمع مثلا بمشاكل فنية يعني الديون الآن أجانب. أنا أقصد أنه النصر مهيئ هذا الموسم لأن ينافس أو مهيئ لأن يلملم أوراقه ويكون في ضمن المنافسين؟ أنا شوف المشاكل هي موجودة في كل الأندية، في كل الأندية صحيح، لكن مشاكل مادية خلينا نتعداها. طيب مشاكل خيارات، هو مهيئ خيارات اللاعبين يعني يجب أن حتى هذا الموضوع هذا نتوقف عنده الآن. هي وجهات نظر. الآن أنت تقول اللاعب هذا ما نجح الآن، لكن بعد أسبوع أو أسبوعين ممكن يكون ناجح ولا لا. وهذه حدثت، لأني أتذكر أنا فترة فترات لما كنت أنا توني الآن أبلامس أو بدخل نادي النصر كنت أسمع انتقادات على ليرة، كانت أذكر ليرة إلى درجة أني أنا سمعت أنهم رجموه وأنهم حتى اضطروا أنهم من فوق الجدار كذا عن الجماهير وكذا. ترى ما تأخر أسبوع أسبوعين وصار هو نجم نادي النصر الأول، نجم الدوري وليس نادي النصر، ليرة كانت تذكر ليرة. فهذا يعني أحداث ظروف معينة قد لا تساعد اللاعب يظهر مستوى جيد الآن، ولكنها تتغير وتنقلب. نهاية الموسم ممكن نجوم النصر الموجودين هذول أو لاعبين النصر الأجانب تحديدا نتكلم الآن يصيرون هم الأفضل في الدوري من كل اللاعبين الموجودين، وقد لا يكون لأن هذا ظروف ما تدري عنها أنت ما. لكن اللي أكد لك لا، النصر مهيئ أنه يقدم موسم ممتاز. خلنا نروح لكلمة ممتاز عشان ما تعترض. وممكن مش أنا أعترض، يفوز في الدوري. هو الجمهور في النهاية يرى فريق النصر بهذه الحالة هذا الموسم. يعني جمهور من النصر؟ إيه؟ لا ما أعتقد أنه يعني مقتنع أنه النصر ما راح يحقق بطولة مثلا. لا لا أنا ما قلت أنه مقتنع ولا مش مقتنع، أقول أنه بداخله قلق حول وضع النصر. لو تسأل الآن المتصدر مين الآن؟ الأهلي أو الهلال متصدرين كويس؟ لو تسألهم فيه القلق موجود. أرجع بك لصالح المطلق لاعب المنتخب السعودي سابقا. كأس العالم 94 أنت استدعيت كابتن صح؟ صحيح. تم استدعائك. صحيح. بعد نهاية الدوري. صحيح. مع فهد الهريفي والجبرين والطايفي والحلوة. بس ما شفناك في أمريكا. تبغاني أقول لك يعني هذا يعني على فكرة يعني يمكن الاستدعاء أنا منفرد وليس مع مجموعة على فكرة يعني. واستدعائي تم من خلال مدرب منتخب شخصيا يعني طبعا مدرب لكن سولاري. استدعائي بقناعة كاملة من المدرب، هو اللي قال لي الكلام هذا. لأنه بعد ما وصلت أنا أو قبل ما وصل على فكرة أنا أو يعني ثاني يوم من استدعائي أنا رحت الأمير سلطان في مكتبه. قلت يا أمير ترى ما أستطيع ألعب، أنا عندي آلام في المفصل بعد الكسر. الكسر لما لحم بشكل خاطئ وكان يأثر على المفصل وفي آلام،
بس انا لعبت مباريات الاخيره تحدي، لان كان في ظروف معينه، كان في ايقافات وكذا. صحيح. ودخلت تحدي شخصي وتحدي مع اشخاص اخرين، هم طرحوا ثقه فيني وقالوا لي صالح لازم تلعب، لازم تلعب في المباريات هذه وتثبت وجوده، وهذا اللي حدث. فقدمت يا مستويات الحقيقه جدا رائعه، واخذنا مثل ما تفضلت البطوله. في الاثناء هذه كان سولاري يشاهد مباريات، فاختارني انا شخصيا، يعني هذا كما قال عشان احفظ حقوق الاخرين، لان انا لما اتكلم بالشكل هذا كان يقولوا انه مثلا، لانه في طلع في بعد كذا انه مثلا الهريفي ومش عارف مين وطلال ومن الكلام، يعني اللاعبين ذولا انه هو اكيد في الاخير المدرب اختارهم، لكن هو قال لي ترى هذولا تم يعني ترشيحهم لي، وشفتهم لاعبين، لكن تراك انت لاعبي اللي انا ابغاه، فيجب انك تستمر معي في بقيه المجموعه. لم تكن من ترشيح سولاري. لا ما ابغى اقول كذا، لا بس انا اقول لك اللي حدث، واللي حدث ليس مو معناته انه ترى مو مختار الهريفي مثلا، لانه لا انا ابغى اللي ذكر سولاري لك، اللي ذكر سولاري بالحرف الواحد انه قال ترى انت يا صالح ترى الباقيين رشحوهم لي اراقبهم، يعني اشاهدهم، بمعنى انه شاهدهم وفعلا اقتنع فيهم. خلينا اقول كذا، وهذا هذا قناعتي انا، هو اقتنع فيهم لانهم كانوا هم نجوم كبار، بينما انت لكن انت اللاعب اللي انا الحقيقه قلت لهم هذا اللاعبي اللي ابغاه ولازم يجي. ليش اقول الكلام هذا بمناسبته؟ لان طول المعسكر كان يفترض او هو يحاول يقنعني اني اخذ ابره كنترزون عشان يعني تخفف الام المفصل والعب كاس العالم، ولكن انا الحقيقه استخرت الله سبحانه وتعالى وما قبلت اني اخذ الابره. طيب. ورجعت هنا في معسكر خاص لي انا شخصيا، وبعدين انضميت في منتخب اللي اخذ لاول مره كاس الخليج. روضتوا الكاس الخليجيه انتم اللي استعصت على اجيال. هذا توفيق بن الله، صحيح. كان لها طعم خاص فعلا. ومع مدرب وطني ايضا. هذا يعني صحيح، هذا محمد صحيح. الخراشي. نعم صحيح. في 88 الاستعداد لكأس الخليج كان المدرب المنتخب الوطني عمر براس. براس صحيح. ما كانت لك حظوة معه؟ أنا أعتقد أنه خيار براس كان خاطئ، من ضمن الأخطاء اللي يقع فيها الاتحاد السعودي في يعني فترات متفرقة. أيضا اختيار براس كان خاطئ، ما كان مدرب، يعني ما كان مدرب جيد، وجاي هو جاي من نادي الهلال. مش عارف كانت عنده قناعات غريبة صراحة، لأنه استدعى يمكن أكثر من 12 لاعب هلالي أيضا في ذاك الوقت، وحب أنه يثبتهم، وكانت هذه الغريبة. يعني أنا دخلت في نقاش معه ترى على فكرة، والمعلومية أنا رفضت أكمل مع المنتخب في ذاك الوقت، وقلت له صار يعني نقاش. أنت رفضت كابتن؟ نعم أنا اللي رفضت أني أكمل، وقررت أني أخذ شنطتي وأطلع من معسكر منتخب. من أبلغت؟ كان هو موجود وحتى قال لي مو بنت، قلت انا اللي اقرر مش انت. كان علي داود وقتها مدير علي داود. نعم تم ابلاغه، لانه قال لي انا طالب من اداره المنتخب انه يعني يعاملونك معامله اللاعب الاساسي ويعطونك المكافآت الماديه يعني بشكل سخي وكذا، فايش اللي ناقصك؟ قلت انا بلعب، القروش ما بيها لك، انا ما جيت ادور فلوس، انا جيت. طيب رؤيه مدرب يمكن كابتن. اوكي جود، بس اعطني فرصه. هو ما كان يعطيني فرصه الملعب، يعني خليني اتفرج على التمرين. بالتالي هو خايف اني انا احرجه، لاني انا لو دخلت الملعب، ليش انا اقول الجمله هذه؟ والجمله هذه كل اللاعبين على فكره، وكل لاعب يجب انه يحط في باله ترى هو اللي يلعب نفسه مش المدرب. انت اذا دخلت الملعب انت تقنع المدرب والمجموعه كلها، زملائك والمسؤولين عنك الاداري والجمهور والاعلام، لان انت عندك امكانيات وقدرات، مش عشان هو اعطاك الفرصه. وغادرت المعسكر؟ غادرت المعسكر بقرار شخصي مني انا، وطبعا في تفصيل الاجتماع، كان موجود اسماعيل مترجم معروف يعرف كل تفاصيل الاجتماع، يمكن قابلني تحت غنيمة الحربي على اساس انه وصل خبر لهم وكذا، قلت انا ماني بقاعد. مين غنيمة الحربي كان مساعد مدرب مع موجود وقتها. هذا
مدرب في نادي الاتحاد، اسم يعني يمكن مو متردد، لكن كثير. الموضوع ما اخذ ابعاد اخرى يعني كاستفسار ابدا، لانه الجمله لما راحت لا بالعكس، الجمله لما راحت للمسؤولين وقيل انه صالح قال له انا ما ابغى فلوس، انا ابغى امثل منتخب بلدي وانت حارمني، ما حارمني حتى من التقسيم على فكره، لان تقسيمه كان يدق قرعه بيني وبين حسام بداوود اعتقد، او مش عارف ما اتذكر والله مين، اعتقد حسام يعني، ولا يعطيني فرصه، قلت له حسام او باسم مش عارف والله، باسم مش كاس الخليج 88 ما اتذكر، لكن اتذكر كان يسويها معي، واتذكر اني قلت يا اخي عطني مباراه ودي، قال بعد اسبوعين ممكن العبك مباراه وديه، قلت بعد اسبوعين تلعبني مباراه وديه، قال لي موعدك، قلت انا اللي اوعدك فيه الان باخذ شنطتي بتوكل على الله. واحرزت يعني كي يختم اللقاء، لكن ذكرى حلوه بالنسبه لك يعني، انك صاحب اول هدف في استاد الملك فهد محلي، اول هدف محلي ومع ابو راس تحديدا يعني، بعد ما رجع هو للهلال وانا رجعت للنصر كان خروج المقلوب، يمكن حتى طلعوا صوره وانا في نهايه المباراه كاس الملك، كاس الملك سلمت عليه فطلعوها الصحافه على اساس انه او علقوا علي انه يعني جمله انه انت طلعتني من المنتخب وانا طلعتك من الكاس. طبعا هذا ما حدث يعني، احد الاسماء المهمه في كره القدم السعوديه والممتلئه بالنجمات والنياشين، المدير الفني الحالي الكابتن صالح المطلق، شكرا لك كابتن لحضورك، شكرا لحروفك، شكرا لشهادتك على العصر. ايضا انا اشكركم واكرر يعني تهنئتي لك في فكره البرنامج. شكرا لك كابتن، بالتوفيق ان شاء الله. اشكر في الختام لكم تحيات الطاقم الفني، رئاسة التحرير الزميل معاذ الحميدي، في القيادة الفنية عبد الله رجب الزهراني، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في أمان الله. مدعيد قال لا خل موضوع صالح عقد صالح أنا المسؤول منه، معاملة معي أنا في ذاك الوقت كمدرب سعودي يفترض أنها كانت عادلة مثلي مثل زملائي، أنتظر الفرصة يعني، ترى قيلت لي الجملة هذه، قيلت لي خذ 97 وزين فيه اللي تبغى، أنت عين وأنت اللي حط الإداريين وسوي معسكراتك، أبد كأنهم يقولون بس وخر عن المنتخب الأول. هل هو مثلا التعامل مع صالح أساسا من نصراوي، هل هو التعامل صالح يكون شخصية صالح، أشياء كثيرة. ترى اللجنة الفنية مش عملي اللي هو الأساسي في نادي النصر، مرحب الأسامي ترى على فكرة يعني، ولكن عمر الأمير ما قال لي لا في أي مقترح، فكان الخطأ الكبير من الاتحاد السعودي تعيين لوبيز كمدرب. فقلت أني أكمل وقررت أني أخذ شنطتي